السلام عليكم. اذا نلتقي اليوم باش نشوفوا ميزه جديده في الذكاء الاصطناعي. هذه المره هذه الميزه ماهيش من تشات جي بي تي كما مالفين، ولكنها من احد اكبر منافسي تشات جي بي تي اللي هو كلود اي اي. في عالم الجينيراتيف اي اي كاين ثلاث لاعبين اساسيين، كاين تشات جي بي تي، كاين جيميناي من عند جوجل، وكاين كلود اي اي من عند انتروبيك اي اي. انتروبيك اي اي هذه شركه تم تكوينها من طرف عاملين ولا موظفين سابقين في اوبن اي اي، هي الشركه اللي دارت تشات جي بي تي. طبعا كلود اي اي هو ايضا تشات بوت، هو ايضا جينيراتيف اي اي، تقدر تحمل له صور، تقدر تحمل له دوكيومنتس يعني ملفات، ويقدر يهضر معاك مباشره طبعا بالنص. اخرى واش عندنا هنا؟ عندنا الكتاب نتاع طبعا سنة أولى متوسط، الكتاب المدرسي في اللغة الإنجليزية. راح نروح مباشرة إلى صفحة 17، لأنه هذه الصفحة فيها school supplies ولا school things. الآن وش رانا حابين نديرو؟ حابين ناخدو صورة لهذا الصفحة. طبعا ناخدو الصورة للصفحة، طبعا راح تقولوا لي شفناها هذه قبل، يعني تاخد صورة على الكتاب ومن بعد تحمله في كلود ولا تشات جي بي تي ويعطيك الدرس على هذه الصورة. لا، هذه المرة مختلفة شوية، خليني نفهمكم، صبروا معايا برك. خلينا صورة، نحملوا صورة إلى الكمبيوتر. هاي لك الصورة اللي ديناها الآن، نحملوها الآن. خليني نقراكم البرومت اللي كتبته الكلود اي اي. هو برومت بسيط جدا. I want to teach my students about school things. Use the attached picture as an inspiration to create a grid of school supply icons with lots of colors. As you click on an item, it says its name, so hide the names of the items. When you click, also, I want stars to emanate from the clicked picture. الآن حاجة واحدة لازم تتأكدوا بلي راهي مفعلة، هي الخاصية ولا الميزة ولا الفيتشر هذا اللي في كلود اي اي اللي راهو اكسبيرمنتال. هنا تلقاو هذا الايكون اللي مكتوب فيها one experimental feature enabled. تروحوا الى هذا الجانب من الشاشة وديروا feature preview وتتأكدوا بلي راهي مفعلة هنا on، باش تمشي لكم هذه الميزة هذه اللي اسمها artifact. بعد ما تتأكدوا بلي راهي on، خلينا نجربوا مع بعضنا واش يصرا كي نديرو send. الان يدير لكم generating، راح تشوفوا من هذه الجهة هذه بدا يدير في الكود نتاعو. الكودين هذا حاجة انا وياك ما نعرفوهاش، يعرفوها الانجينيرز في طبعا الاعلام الالي. الان شوفوا معايا النتيجة طبعا اللي هي، لو كان الان نديرو click on this pen ruler sharpener scissors book whiteboard dustbin portfolio copybook school bag slate rubber chair. الآن هذا كله وش معناته؟ معناته أنه الأساتذة الآن بإمكانهم في التعليم الابتدائي المتوسط ولا الثانوي وحتى في الجامعة، الأستاذ ولا الأستاذة يمكنهم أنهم يحولوا أي محتوى بيداغوجي إلى محتوى تفاعلي interactive، من التكست بوك ولا من وسائل بيداغوجية واحدة أخرى عندهم يحملوها من الإنترنت مثلا. هذا كل يفتح آفاق جديدة وكبيرة بالنسبة لاستعمال التكنولوجيا في القسم، وبالنسبة طبعا لاستعمال الذكاء الاصطناعي. هذا الفيديو اليوم حبيته يكون فقط لمحة على البوسيبيليتيز، حول الإمكانيات والإمكانات اللي يفتحها اليوم الذكاء الاصطناعي. وطبعا راح يكون هناك فيديوهات مستقبلا إن شاء الله، وين راح نروح أكثر في طريقة استغلال كل هذه الإمكانات والإمكانيات اللي يتيح لنا الذكاء الاصطناعي في التعليم، وخاصة في تعليم اللغة الإنجليزية. نشوفكم بخير، سلام.